بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيا الله هذه الوجوه الطيبة التي نحسبها فيما يرضي الله ضاحكة مستبشرة، ومما يسخطه باسرة متمعرة. تواردت إلى الخير توارد القطى على منهل غير وانية ولا مقصرة، سيوف مأثورة تروع مغمدة ومسلولة، تحدثك عنها عيناها وتنبئك عنها سيماها، ورب لحاظ نائب عن تكلمي. فبتحية الإسلام أحييكم تحيات طيبات تغشاكم وتنفح الطيب في مقدمكم وممشاكم. فما ضاءت بغيركم الليالي ولا تمت بغيركم الأمور، تميد بحسن لقياكم صدور وتفتر المباسم والثغور، ويشتاق الفؤاد إلى لقاكم فتغشاه المسرة والحبور. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصحاب السعادة الحضور، ضيوفنا الكرام، أعضاء جمعية المهندسين المصريين، أحييكم لأن ملامح الأمجاد تسطع فوق ساحتكم وتكبر في سواعدكم وتشرق في مساعيكم. أبعثر يأسي الأزلي في مرح وأصغي ثم أصغي حينما يشدو مناديكم. أحييكم ومجد الأمس يصحو في أمانيكم، وألحان المنى تعلو على وقع أغانيكم. ومع إشراقة ملتقانا ينبلج الضياء ويسير بنا عبر خيوط الصباح، لننشر عبق الحروف وعطر الكلمات حيث ملتقى العقول، ويطيب لنا أن نبدأ مراسم الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم والمهندس محمد سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور،
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق آمين. من روضة الهندسة الغناء ومع ترنيم يوم جديد وملتقى جديد، ملتقى جمعية المهندسين المصريين الرابع، نعيد عليكم التحية، فعليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. من شرفة العلم ينبثق نور الصباح، وها هي شمس اليوم قد أشرقت على إطلالة جديدة لجمعية المهندسين المصريين في يوم تهب رياحه الدافئة وتمطر الأيام، وكلنا أمل أن تكون انطلاقة جديدة بسواعد فتية من أبناء مصر، إسهاماً في رفعة الوطن ودفعاً لعجلة التقدم إلى الأمام. نطوف على أجنحة العلم لنرسم لأنفسنا صورة زاهية في هذا اليوم الجميل الذي عطره وجودكم بيننا. ومع كلمة افتتاح الملتقى وسعادة السفير محمود عوف سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أفتتح هذا المؤتمر الملتقى الرابع للإخوة المهندسين، يسعدني ويشرفني أن أرحب بالسيد الوزير الرفاعي وزير الصناعة المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، بالإخوة رجال الأعمال السعوديين دكتور أسامة الشيخ فهد الشيخ خالد. هذا الملتقى عودتنا عليه جمعية المهندسين، وهي أحد أنجح الجمعيات في مدينة الرياض وفي المملكة العربية السعودية. هذه الجمعية كانت مثالاً وما زالت مثالاً للنشاط والتفاني بين أعضائها. أتمنى لهم دائماً أن يواصلوا هذا التقدم، وأتمنى لهم دائماً أن يواصلوا هذا النجاح. لي كلمة أيضاً للإخوة في الجالية المصرية وأنتم جزء منها. الحمد لله أول أمس جاءنا الموافقة الكتابية الرسمية للحكومة السعودية على تدريس المنهج المصري في المملكة العربية السعودية. فهنيئا لكم بذلك، وشكرا لحكومة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله على هذا الاستثناء الذي منحوه فقط للجاليات المصرية في السعودية. أيضا بعد يومين سنشهد انتخابات الإعادة لرئيس الجمهورية. من خلالكم أيضا أشكر كل فرد من أبناء الجالية المصرية الذين ساهموا في إنجاح هذه الانتخابات وقبلها الانتخابات البرلمانية، التي لولا أن شارك أبناء الجالية وصندوق رعاية الجالية المصرية فيها مع السفارة لما نجحت. والحمد لله نجحت بشهادة الجميع هنا وفي مصر. واليوم
وبعد غد سوف نشهد إن شاء الله أيضا أنجح انتخابات رئاسية في مصر. الرسالة واضحة أن أبناء مصر في الخارج هم جزء من هموم الوطن، وهم جزء من بناة مستقبل الوطن. أنتم خير جالية لمصر خارج مصر، وأنا لا أقول خارج مصر ربما جغرافيا، ولكنكم في بلدكم في المملكة العربية السعودية، وبين المملكة العربية السعودية إلا الأخوة الدائمة 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 مهما حدث من صغائر هنا وهناك. أهنئكم بهذا الملتقى، وأتشرف مرة ثانية بالشكر الجزيل لضيوفنا الذين أتوا من مصر للمشاركة في هذا، وإن شاء الله غدا وزير الري سوف يشرفنا أيضا في هذا الملتقى. فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح هذا الملتقى، وبالتوفيق دائما إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تقف الكلمات لتحمل ضخامة المعاني، فنحلق معا فوق شواطئ الإبداع في بداية المشوار، ونرسم خطوط الفرحة لهذا اليوم، ونبرز ملامح الاتجاهات، ونتوقف أمام مرايا الإبداع لنرسلها ضوءا منبعثا، وهي في الواقع حقيقة نلقي بها مراسينا في لحظات متتالية يحددها تواصلنا المتميز وإبداعاتنا المنتظرة التي سوف ندعم بها شواطئنا بصوت البهجة في كل الأوقات. ومع كلمة ترحيب بالسادة الحضور والمهندس نافع عبد العزيز رئيس الجمعية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان، والمنعم على عباده بنعم لا يحصيها العدد والإحسان، وصلى الله على سيد الخلق والأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة السفير محمود عوف سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، معالي وزير الصناعة السابق الدكتور مصطفى الرفاعي، سعادة السفير حسام عيسى القنصل العام، سعادة الدكتور الأستاذ صلاح طاهر المستشار الثقافي والتعليمي، السادة القناصل أعضاء السلك الدبلوماسي، سعادة الشيخ أسامة الكردي نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وعضو مجلس الشورى، سعادة الشيخ فهد الحمادي رئيس شعبة المقاولين بمجلس الغرف السعودية، سعادة الدكتور مهندس عبد الفتاح عبيد أستاذ بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، سعادة المهندس ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر، سعادة المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، سعادة الدكتور حسن لاشين رئيس صندوق رعاية المصريين، السادة رؤساء وأعضاء الجمعيات المهنية والروابط الفئوية، سعادة المهندس الدكتور صالح العمر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، سعادة الدكتور إبراهيم الحماد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، السادة الشركات الراعية شركاء النجاح، السادة الصحفيين والإعلاميين، السادة الأساتذة والباحثون، السادة المهندسون، أيها الحفل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة جمعية المهندسين المصريين بالرياض
أن أرحب بكم في ملتقى المهندسين الرابع، والذي يمثل استمراراً لمسيرة النجاح التي بدأناها في الملتقيات السابقة، ونأمل أن يكون هذا الملتقى لبنة من لبنات التنمية في وطننا العربي. إن هذا الملتقى الهندسي الرابع لجمعية المهندسين يأتي بعد النجاح الذي حققه الملتقى الثالث الذي أقيم العام الماضي، وكان تحت شعار يد بيد نبني مصر من جديد، وعنوان ملتقانا هذا العام يأتي تحت عنوان نقل وتوطين التقنية، لكي يقدم المهندسون القدوة العملية ويتحملون مسؤوليتهم أمام أوطانهم وأمام التاريخ في مشروع نهضة وتقدم الأمة العربية والإسلامية. أيها الحفل الكرام، إن جمعية المهندسين المصريين لتخطو خطوات كبيرة لتكون في مصاف الجمعيات والهيئات المؤسسية التي تنهض بدورها الإقليمي والعربي، وتسعى لإبراز دور المهندس لنهضة هذه الأمة. فقمنا بعدة محاور، أولها إيجاد هيكل تنظيمي واضح في عمل الجمعيات المهنية من خلال اللجان المتخصصة التي تقوم بوضع الخطط وتنفيذها خلال العام. ثانياً، عقد الملتقيات الهندسية السنوية لجموع المهندسين والباحثين والأساتذة لتبادل الخبرات ودراسة الأبحاث العلمية والعملية، ليكون حلاً لبعض مشاكلنا الهندسية والاقتصادية. ثالثاً، كان لابد من ربط المهندسين بنقابتهم الأم بعد انتخاب مجلسها الشرعي، فكان توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية المهندسين وبين النقابة العامة المصرية. رابعاً، كان من توجيهات سعادة السفير محمود عوف أن يكون هناك كيان واحد للمهندسين على مستوى المملكة، والحمد لله وقد تم تدشين الاتحاد العام لجمعيات المهندسين المصريين بالسعودية على جانب هذا الملتقى. فنشكركم جميعاً ونشكر جميع الجمعيات التي ساهمت في هذا اللقاء. كان لنا ملتقيات ثلاثة سابقة، وكانت هناك أبحاث كثيرة وحلول كثيرة، ولكننا كنا لا نستطيع أن نرفعها ولا أن نفعلها، ولكن من هذا الملتقى سنقوم إن شاء الله بتفعيل جميع البحوث والدراسات والحلول التي قام بتقديمها المهندسين والأساتذة، وذلك من خلال النقابة العامة، حتى يتم تفعيلها في مصرنا الحبيبة وفي بلدنا أيضاً هنا في السعودية. نتيجة اتصالات المكتب الثقافي بقيادة الدكتور الأستاذ صلاح الدين طاهر، تم الحمد لله الاتفاق مع كلية الهندسة فرع شبرا على أن يتم الدراسات العليا لجميع المهندسين هنا في السعودية، وأن يعني تتم هذه من خلال أيضاً النقابة العامة وتحت إشراف الدكتور صلاح طاهر. فها هو ملتقى المهندسين الرابع يقدم نموذج فريد في التنظيم والحضور المميز والأبحاث العلمية القيمة، ومن دواعي فخرنا مشاركة عدد كبير من الأساتذة والعلماء والباحثين في هذا الملتقى من الجانب المصري والسعودي. أيها الحفل الكرام، إن نقل وتوطين التقنية في بلادنا هو السبيل إلى التقدم والنهضة لهذه الأمة، وأن دور المهندسين كبير وعظيم في نهضة أمتهم. وفي نهاية كلمتي أرحب بكم جميعاً وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسئلت عن مصر العروبة والعلم، مصر الرجال المخلصين وحبهم يسري نغم، عن وجه فاتنة تغنى في محاسنها القلم، مصر العتيقة والحديثة، مصر الحضارة فوق هامات الأمم. وسئلت عن أبنائها، أشبال من ذاك الهرم يبنون تاريخاً جديداً يخطو بهم نحو القمم. هذه العيون الدامعات بحبها وهج تألق في دياجير الزمن، هذه النفوس الطامحات بعلمها من ذا يدانيها فسيل يحتدم. لقد لفت صندوق رعاية المصريين الأنظار بدوره الرائد وتلاحمه المشهود وقت الشدة والرخاء، ومع كلمة صندوق المصريين والدكتور حسن لاشين رئيس مجلس إدارة الصندوق فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله. سعادة السفير محمود عوف سفير جمهورية مصر العربية بالسعودية، معالي الوزير مصطفى الرفاعي وزير الصناعة الأسبق، سعادة السفير حسام عيسى القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالسعودية، سعادة الأستاذ الدكتور صلاح طاهر المستشار الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة، السادة أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة المصرية والقنصلية العامة بالرياض، سعادة الأستاذ الدكتور ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر، سعادة المهندس عمر عيد، سعادة الأستاذ أسامة الكردي عضو مجلس الشورى، سعادة الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، السادة الرعاة الكرام شركاء النجاح، السيد الأستاذ المهندس نافع عبد العزيز رئيس جمعية المهندسين المصريين بالرياض، السادة رؤساء الجمعيات والروابط المهنية والإقليمية بالرياض، السادة أعضاء جمعية المهندسين المصريين بالرياض، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف كبير لنا كجالية مصرية في هذا الوطن الثاني المملكة العربية السعودية هذا الإنجاز الكبير وهذا الملتقى الرائع الذي تشرف عليه جمعية المهندسين المصريين بالرياض، وهي جمعية متميزة كعادتها من جمعيات الجالية المصرية، والتي تقوم بدورها كما أنشئت من أجله كما يجب، تحقق من خلاله أو تتحقق من خلال هذه المؤتمرات الهدف الذي أنشئت من أجله أو هدف أنشئت من أجله هذه الجمعيات، وهو المساهمة في النهوض بأبناء المهنة مهنيا وعلميا، والخروج بورقات عمل يمكن من خلالها المساهمة في إصلاح أحوال المهنة، وكذلك تحقيق التواصل بين أبناء المهنة. وجمعية المهندسين دائما سباقة في هذا المجال، بالنيابة عن نفسي وعن مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة هذه الجمعية الموقرة بقيادة المهندس الفذ نافع ابن عبد العزيز وأعضاء مجلس إدارته. وجمعية المهندسين ومثل جمعية المهندسين تأتي جمعية الأطباء وجمعية التجاريين وجمعية الصيادلة. أشكر باسم مجلس الإدارة جميع الجمعيات، كما أدعو جميع الجمعيات لأن تحزو حزو جمعيتنا المتميزة جمعية المهندسين في أن تقوم بمثل هذه الملتقيات
التي من خلالها تتحقق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه الجمعيات. أنتهز هذه الفرصة العظيمة لأتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة السفير محمود عوف والسفير حسام عيسى على دعمهما المتواصل على ما يقدمونه من دعم لأنشطة الجالية وجمعياتها وصندوق رعاية المصريين. كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لكل من شرف هذا المؤتمر بالحضور من مصر من المملكة وخارجها من مصر. أشكر باسمكم جميعا ضيوف المؤتمر سعادة الوزير وسعادة نقيب المهندسين وكل من أتى إلى هذا المؤتمر من خارج المملكة العربية السعودية وداخلها. أشكر باسمكم جميعا جميع الرعاة على ما يقدمونه من رعاية لهذا الملتقى، فهم شركاؤنا في النجاح. الشكر الجزيل لكم أنتم أعضاء الجمعية، فبحضوركم وتشريفكم ينجح هذا المؤتمر. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسألني من هم في ميادين البطولة، إنهم شمس قناديل الكنانة وضياء شق في الدنيا سبيله. هتفت مصر لهم، نيلها غنى ترانيم البطولة. هتفت مصر لهم، نيلها غنى ترانيم الرجولة. صوته دوى وعادت خفقة القلب النبيلة. طال يا مصر زمان الكبرياء، فاصنعي فجر الكرامات الجليلة. غبت قسرا عن أماني أمة، بقيت دونك في الساح خجولة. فلقد حن إلى الأم الفتى، وتمنى السيف أن يفري دخيلة. أمل يبزغ في صوت الحشود، صاعق يمخر في العرب صهيلة. إننا نشعر بالفخر أننا وقت الشدة كنا نشعر أن هذا البلد الطيب هو وطن لنا وأرض لنا. ومع كلمة القنصلية العامة بالرياض وسعادة السفير حسام عيسى القنصل العام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أستاذي سعادة السفير محمود عوف، معالي الوزير مصطفى بيه وزير الصناعة، الإخوة الأعزاء الضيوف الكرام من المملكة العربية السعودية، أخي العزيز الأستاذ الدكتور صلاح طاهر، الإخوة الأعزاء أعضاء جمعية المهندسين، يسعدني أيام سعادة أن أكون معكم اليوم في افتتاح هذا الملتقى الذي له دائماً مكانة خاصة في نفسي وله الأولوية على أي ارتباط أو أي موعد آخر. وكان من حسن حظي أنني عند وصولي منذ ما يقرب من عامين إلى الرياض حضرت أحد اجتماعات تلك الجمعية منذ عامين، وقلت أنني سمعت قبل وصولي أن جمعية المهندسين هي أفضل جمعيات الجالية المصرية. ثم حضرت الملتقى العام الماضي وقلت أنني لمست بنفسي أن جمعية المهندسين هي أفضل جمعيات الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية. أما الآن فأنا أقول أنني متأكد كل التأكد أن تلك الجمعية هي الجمعية الأولى والنموذج، ليس فقط بالنسبة لجمعيات الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بل لكل جمعيات العمل الجماعي والتطوعي، فدائماً إلى النجاح وإلى التوفيق. أشكركم على هذا الأداء المشرف، أشكركم على كل هذه الإنجازات.
الآيات التي جعلتني أقول ذلك وأتأكد منه بلا مجاملة. ويكون هذا الملتقى الذي نفتتحه اليوم هو نموذج لهذا التقييم لجمعياتكم، ملتقى تجتمعون فيه من أجل تنمية النشاط المهني ومن أجل تنمية تواصل الجسور بينكم وبين أعضاء الجالية والتواصل الاجتماعي أيضاً، بالإضافة إلى الفائدة العلمية. أود أن أؤكد كما أحرص دائماً عند لقائي بكم على تأييد الكامل ودعمي لكل أنشطتكم. أرجو أن تعتبروني واحداً من فريق العمل، وكذلك التأييد لكل إخواني أعضاء القنصلية المصرية العامة لكل أنشطة هذه الجمعيات المحترمة. كما أود أيضاً في هذه المناسبة أن أشيد بأستاذي سعادة السفير محمود عوف، الذي كان لحكمته وكفاءته وشجاعته وصراحته الفضل الأكبر في أن تستمر سفينة العلاقات المصرية السعودية العظيمة هذه العلاقات سائرة برغم كل الأنواء وكل العواصف التي مرت بها، لكي ينطبق على سيادته قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. مرة أخرى كل تمنياتي لكم بالتوفيق، أثق في نجاحكم الكامل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. أيها الجمع الكريم، كوكبة من أبناء مصر وعقولها المنيرة رسمت ابتسامة على الوجوه رؤية محياها، واجتماعها في هذا الحفل الكريم. عدنا أحييكم، أحيي نبل صرختكم وألثم ورد أيديكم، ولو أقوى أزيل مرارة الأيام من غدكم وأكس السهد عن ضوء مآقيكم. ومع كلمة مجموعة البعيز الراعي الماسي الشيخ خالد فهد البعيز رئيس المجموعة والقنصل الفخري لجمهورية سلوفينيا، تم تقديم الكلمة لظروف سفره، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ محمود عوف، سعادة السفير حسام عيسى القنصل العام في سفارة جمهورية مصر العربية، سعادة المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، صاحب المعالي الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة. أيها الحضور الكرام، بدءاً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية المهندسين المصريين على أن شرفونا أن نكون أحد الشركات الراعية لهذا الحدث العظيم، اللقاء الرابع لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية. إنه حقاً شرف لنا أن نكون هنا اليوم في هذا الاجتماع المبارك. إن تكرار هذا اللقاء سنوياً لدليل على ما تبذله هذه الجمعية المباركة نحو تفعيل هذا الحراك الهندسي الاجتماعي. إن ما يقوم به المهندسين والتقنيين المصريين من مساهمة في 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 هذه النهضة العمرانية التي نعيشها بالمملكة العربية السعودية
بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لهو محل التقدير والاحترام من جميع المستويات. إن أملنا بالله عز وجل ثم بشعب مصر العظيم يجعلنا نثق أن مصرنا الحبيبة ستعود مقصدا لنا سياحيا وعلميا وعمليا. أدعو الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يمن على جمهورية مصر العربية وعلى شعب مصر العظيم بالأمن والاستقرار والطمأنينة. كما لا يفوتني أن أشكر رعاة هذا اللقاء العظيم، وأتقدم مرة أخرى بشكر جمعية المهندسين المصريين على تشريفهم لنا بدعوتنا. شكرا لكم.